عيله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. انت عامل ايه في الجواز يا خال؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخال، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خالك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي ايه يا فندينا؟ رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح مطروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك، لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى 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 المشوار. يا خراش، انت على طول نطيت لي كده في وشي يا عم. بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الواحده بلا، ربنا لا يوريك اساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسه في كف واحد يا عيون شوق، والنسوان زي ما انت عارف غلابه وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزه حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك ربي. انا مش عارف ليه انا توت منك يا صراحة يا ست مطر، انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبي لي انا حكاية الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة؟ النتيجة مضمونة 100 100. اسألين انا، انا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم ايه باتع. يا اختي انا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة اوديها فين. وبعدين هي يعني الفلوس ايه من غير عيشة؟ ولا انت شايفة ايه يا سوري؟ عايشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر ربنا ما يكتبه على حد ابدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كل بوانه يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب، انت كده هتموتي، هتقعي من طولك، انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طبيعتي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشي قدام الناس ويقول لي شهله بيشيل الزباله دي من هنا؟ انا زباله يا بيزه؟ انا؟ هو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه؟ وبيشتغل في ايه؟ وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله. ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانه اه رمانه اه رمانه اه رمانه، ما بتكدبش ابدا. ولسه
وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه من هي رمانه اللي ما بتكذبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلعه عليكي تهدي، انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيل. عينيا. حاضر يا ابله، حاضر. خدي. بالشفا يا قلبتي. ودي اللي اوريكي يا خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجين، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانم، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا، وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجة، انت بتدفع تمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس، احنا دفعنا تمنها نص المصلحه اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشم يبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومعاليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح، عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتضمش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وعك فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه، وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا ما انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح.